مرحبا أصدقائي، شلونكم؟ أتمنى تكونون بخير. أنا الحمد لله بخير، ورجعت لكم اليوم فيديو جديد اللي هو روتيني الصباحي من أقعد من النوم وأروح للمدرسة أو للجامعة. بما أنه هسه موسم العودة للمدارس، وبما أنه هواي منكم طلبوا مني شنو هو مكياجي اليومي، حطيت لكم هذا الفيديو حتى تشوفون مكياجي البسيط اليومي اللي أسويه الصبح. هذا الفيديو تقريبا يعني راح يكون مكياج، فتقريبا يعني أنه للبنات، بس إذا أنت ولد هسه وقاعد تشوف هذا الفيديو تقدر تروح تشوف الفيديو اللي هو هذا، اللي هو روتيني للمدرسة قبل 10 سنوات. هذا الفيديو يعني كان كلش حلو، وبي أشياء قديمة أشياء كلش حلوة. هسه خلينا نبدي فيديو روتيني الصباحي، شنو أسوي من أقعد الصبح من النوم. النودة، يلا ماما حبيبتي قومي مدرسة، يلا ماما. هذا الحلو كاتلني يا عمة. كاتلك؟ منو هذا الحلو اللي كاتلك؟ يبو قومي شنو كاتلني؟ تدوش قد احبه ورد اكلمه. تحبيه؟ منو هذا اللي تحبيه؟ لك ماما قومي يلا قومي. طبعا اول ما اقعد من النوم اغسل وجهي بماي، ما استخدم اي نوع من انواع الغسولات لانه احس انه ما احتاجها، وبعدين امشط شعري بواسطة اكيد المشط، يعني شنو راح امشط شعري بغير المشط. وهاي الخطوة احيانا استخدمها واحيانا استغني عنها، اللي هي انه احط هذا الكريم على شعري اللي هو كريم الكفشة. صدقوني هذا الكريم هو احسن كريم شفته بحياتي للكفشة الصباحية. فاذا عندكم كفشة صباحية وتعانون معاناة الصبح بالكفشة الصباحية مالتكم مثل معاناتي، استخدموا هذا الكريم. هذا الكريم انا استخدمه بمعظم الايام من تكون عندي الكفشة الصباحية. شوفوا هسه شعري شلون كفشة صباحية، حطيت هذا الكريم وبعدين راح تختفي الكفشة الصباحية. طبعا هذا الكريم من ماركة It's a 10 وموجود هذا بأمريكا، ما أعرف إذا موجود بدول ثانية، أنا بصراحة من كنت بالعراق ما كان موجود بالأسواق. ثاني شيء أستخدمه هو هذا الكريم على وجهي. لازم وجهكم يكون نظيف ومغسول هستوى حتى تستخدمون هذا السيرم. هذا السيرم هو فيتامين سي سيرم، وظيفته انه يساعد بشرتكم على انتاج الكولاجين الطبيعي، يعني راح يأخر تقدم سن بشرتكم، فهذا الشيء كلش ضروري قبل كريم المرطب. كريم المرطب المفضل هو هذا الكريم من كلينيك. بعض الناس بشرتهم جافة وبعض الناس بشرتهم دهنية، أنا بشرتي شوية دهنية فاستخدم الجل، واللي بشرته جافة يستخدم اللوشن. من تروحون كلينيك أكيد راح يوضحوا لكم شنو الفرق بين الجل واللوشن. المهم هذا أحطه على وجهي وأوزعه توزيع متساوي مثل ما تشوفون، وبعدها استخدم هذا الكريم اللي تحت العيون. بصراحة هذا كريم من استي لودر، شوية غالي وحسيته أنه عادي، انه ما راح اعيده واشتريه مره ثانيه، انه اكو نوعيات ثانيه ارخص واحسن. وبعدين استخدم كريم بيبي كريم اللي هو للاستعمال اليومي مثل كريم اساس بس مخفف للاستعمال اليومي. طبعا هذا الكريم من فلورمر، فلورمر ماركه مو متوفره يمي بامريكا، بس هي متوفره بتركيا وبالعراق. وفتحت الصندوق قدامكم من جابوا لي اياها علي المرجاني وساره من قناه رورو اس اس، فراح احط لكم ايضا روابط الفيديوهات اللي فتحت صندوقها. المهم هاي انا عديت البيوتي بلندر وما حكيت عنها وحكيت عن ذاك. المهم انا اوزع شو اسمه بالبيوتي بلندر، اوزع كريم الاساس او البيبي كريم بالبيوتي بلندر. مثل ما شفتوا انه غسلتها قبل لا استخدمها، طبعا لازم تغسلون البيوتي بلندر قبل لا تستخدموه، حتى لو انتم مستعجلين، لانه البكتيريا راح تكون موجوده بيها فضروري انه تنظفوها. وبعدين استخدمت تحت عيوني هذا الكونسيلر من استي لودر، هذا هم بيبي كريم، يعني كونسيلر خفيف تغطيته مو كلش قويه بس كلش مناسبه للاستخدام اليومي. انا استخدمه استخدام يومي واكيد راح اشتريه مره ومرتين وثلاثه. صح هو شوي غالي بس سعره يسوى، انه حبيته كلش حبيته. وبعدها استخدمت هاي البودره من لورا مارسي. طبعا هاي البودره تقدرون تستغنون عنها بودرات ثانيه اقل سعرا، انا بصراحه ما راح اعيدها واشتريها مره ثانيه لان شفت بودرات ثانيه بنفس الجوده باقل سعر
راح احط لكم الفيديوهات اللي استخدمت بيها البودرة الثانية اللي ارخص ووزعتها بواسطة هاي الفرشة. بديت بالتوزيع تحت العين، دائما احط بودرة جوا عيني حتى يثبت الكونسيلر، وايضا احط على كامل وجهي بس اركز على تحت عيوني اكثر. فاصل اعلاني يقول لك اذا انت مو مشترك بقناتي شنو تنتظر، اشترك بالقناة بالضغط على زر الاشتراك واضغط على زر الاشعارات اللي هو الجرس، ادعموا هذا الفيديو اذا عجبكم يعني حتى تستمر فيديوهاتي باليوتيوب، ضغطوا على لايك لايك لايك، 150 الف لايك راح نوصل، نقدر 100 الف لايك مو مشكلة، يلا نازلت عن 50، فيلا نكمل الفيديو. بعدين استخدمت البلاش هذا من ماركة تارت، بصراحة هذا انطوني اياه سيفورا هدية العيد ميلادي، يعني حصلت عليه مجانا، وهو السامبل سايز اللي هو صغير مو كبير، واللي تريد لونه اسمه بارتي، ما اعرف ليش مسوي بارتي، يمكن حتى نسوي نلحنها ما ادري. المهم حطيته على وجهي، هذا اللون كلش كلش مناسب للناس اللي لون بشرتهم مثل لون بشرتي اللي هو حنطاوي، بس اللي بشرتهم بيضة اعتقد انه ما راح يناسبهم لانه راح يطلع كلش نشاز عليهم. بالنسبة لمسكارة الحواجب انا استخدم هاي المسكارة من بنفيت ودائما اشتريها واعيد شرائها ولو هي شوي غالية، بس بصراحة ما لقيت مسكارة حواجب مثلها وبنفس جودتها، جربت مسكارات ثانية ارخص ما لقيت يعني مثلها، فكلش كلش كلش انصح بيها. ما احب اخطخط حواجبي واستخدم القلم ويعني يكون مبين انه انا مخطخطة يومية، بس للاستعمال اليومي احب مسكارة للحواجب انه تثبتها بمكانها وشوي تعبي الفراغات. بالنسبة للحمرة استخدمت هاي الدرجة 660 من ماركة ميبيلين، هذا اللون مطفي ومناسب للي بشرتهم حنطية، هو لون نود يعني على لون البشرة، وكلش حلو وكلش أنثوي وراقي، فأنا استخدمته كاستعمال يومي. وبعد ذلك استخدمت هذا التاتو لاينر من ماركة كات فوندي، هذا الايلاينر هو أحسن ايلاينر شفته مثالي للاستخدام اليومي، لأنه بسرعة تنرسم بيه العين هتشي وبسهولة، وأي وحدة مو خبيرة بالآيلاينر وما تعرف تحط آيلاينر تقدر تبدي بهذا كبداية، لأن هذا كلش سهل وتقدرين تحطين الآيلاينر بسرعة وانتي مستعجلة تحطين وتطلعين، يعني كلش سريع وكلش سهل. وبعدين استخدمت هاي المسكارة اسمها اكس ريتد من سماش بوكس، بصراحة هاي المسكارة هي السامبل سايز اشتريتها وما راح اشتريها، ما راح اشتري الحجم الكامل منها لانه حسيتها انه عادية، استخدمتها للاستخدام اليومي، صرت استخدمها يعني عادي مرات بالاستخدام اليومي، يعني ما بيها شي مميز هاي المسكارة عادية. اليوم عندي مسابقة بهذا الفيديو، من شروط الدخول للمسابقة هو انه تسوي اشتراك بالقناة، تضغط على زر الاشعارات، وايضا تضغط على زر اللايك، وتصور لي الشاشة وترسل لي اياها بالانستغرام على حسابي الشخصي بالخاص، وانا راح اختار من رسائل الخاص وارسل لهم هاي الجائزة اللي هي عبارة عن الاشياء اللي قاعد تشوفوها قدامكم، اشياء هذا مال نوم شي يسموه ما اعرف، هذا مال نوم، وايضا مرطب شفايف. طبعا لاحقا ضفت للهدية فيتامين سي سيرم اللي هو السيرم اللي سبق ان ذكرته بالفيديو، اللي هو يعيد حيوية البشرة ويقاوم تقدم البشرة بالسن، فاي هو هذا الشيء زايد اللي ضفته للهدية، فصارت الهدية مكونة من 3 هدايا. تقدر تكون انت ولد وتشارك بالمسابقة عادي، وبهيك يكون خلص الفيديو، لا تنسون تشتركون بالقناة اذا انتم مشتركين بالقناة بالضغط على زر الاشتراك، وتسوون اشعارات تفعلون الاشعارات وتضغطون على زر اللايك، ولا تنسون ايضا تشتركون بالمسابقة حتى تربحون الجائزة اللي هي جائزة عادية بسيطة، بس انه انا احب اتواصل بها وياكم، فاللي يحب يشترك بالمسابقة خليه يشترك، واشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي، مع السلامة. Thank you.